هلا نكمل في المعادله هاي راح نيجي نعوض الان. اذا محل كوساين ثيتا راح احط هاي فبصير عندي a 1 ماينس يو سكوير على 1 بلس يو سكوير زائد b 2 يو على 1 زائد يو سكوير تساوي c من 1. هلا بدي احاول اكمل بحيث اني اعزل. لو ضربنا الطرفين في 1 بلس يو سكوير عندي a 1 ماينس يو سكوير b 2 يو بتساوي 1 زائد يو سكوير في سي. هلا هاي تحولت لايش؟ معادلة تربيعية بدلالة يو، مضبوط؟ فبننقل يو على بننقل هاي على الجهة هون، بصير عندي هلا A ماينس A يو سكوير زائد 2 بي يو ماينس C ماينس C يو سكوير بتساوي 0. بصير معاملات يو سكوير هي A بلس C، مضبوط؟ A بلس C يو سكوير. معامل يو هي 2 بي، مضبوط؟ 2 بي يو. والكونستانتس هي A ماينس C. هاي بلس وهاي ماينس وهاي بلس بس خليها سي ماينس اي. صار عندي يو شو بيساوي حسب المعادله الكوادراتيك ايكويشن؟ عندي ماينس ماينس بي اللي هي بتصير 2 بي بلس ماينس بي سكوير اللي هي 4 بي سكوير ماينس 4 اي سي اللي هي 4 اي بلس سي في سي ماينس اي، أو اللي هي C plus A في C minus A على 2 A plus C. هلا ممكن أطلع الأربعة والأربعة والتنين والتنين، مظبوط؟ وبعدين هون بصير عندي هاي C، هاي هي C square minus A square، فبتصير B plus minus B square minus C square minus A square على A plus C. وين الزائد؟ هاي بتصير بلس، مضبوط؟ بي سكوير بلس. فبصير عندي، لكن اتذكر انه هاي هي تان ثيتا على 2 بتساوي بي بلس بي سكوير ماينس سي سكوير بلس بي سكوير على اي بلس سي. اذا ثيتا على 2 بتساوي ارك تان كم هي هاي؟ بي بلس e سكوير ماينس c سكوير بلس a سكوير على a بلس c، وبعدين هاي بتصير مضروبة. اوكي؟ فهيك حولنا احنا المعادلة معادلة الترانسندنتال لالجبريك ايكويشن وحلينا.